السلام عليكم. هسه راح نبلش بشرح هذا الموضوع. هذا الموضوع الهيدروستاتيك للكيرف سيرفيس. احنا الماضي كنا نحكي اذا كان البوابة عندي مستقيمة بلين، اذا البوابة هيك مثلا كيف شو بتأثر عندي؟ ببساطة شايف منطقة الكيرف، هاي بداية الكيرف وهاي نهاية الكيرف، بعملها اسقاط. كيف عم بتعملها اسقاط؟ بخليها بلين، خلي هاي هيك، خلي هاي هيك، تمام؟ صار عندك هون انه هذا مستطيل وهذا كانه مستطيل. بالتالي عندي هون قوة ضغط، عندي هون قوة ضغط. الضغط اللي هون ما في اتش، الضغط اللي هون ما في اتش. الفورس في الاريا، الاريا هذا الضرب جوا، الاريا الضرب جوا، تمام. هسه بفرق عندي هون شيء معين واللي هو في عندي قوة وزن، قوة وزن جزء هذا، قوة الوزن للجزء هذا الوزن. الوزن شو بيساوي؟ اما القامة حجم، حجم ايش؟ تحت الشكل هذا الدائري مضروب في الارض لجوا. بس هذا الملخص، ملخص عندي انا كيرف، كيرف سيرفيس في عندي هوريزونتال فورس او بريشر بشكل عام، عندي فيرتيكال فورس، في عندي ويت. طلع عندي واحد بكل بساطة horizontal force بدها تساوي بشكل عام البرشر horizontal مضروب في الجاما مضروب في الاتش، تمام. الاتش ايش هي؟ تعلمها. vertical force نفس الشيء، في vertical ضرب الاتش، وزن جاما ضرب فوليوم. مركز شو الفوليوم؟ الحجم، حجم. هسه نتعلم شنو الحجم. ملخص الكيرف سيرفس يلا بعض. بتعرف شغلة واحدة، اتجاه الـ FY والـ F vertical فرق عندي، فرق عندي هل هو هيك أو هيك. على أي أساس بعرف؟ حسب السائل، السائل فوق البوابة تكون المي تضغط لتحت. إذا السائل كان هون مثلا تكون الضغط على البوابة هيك. بس الـ horizontal ما بفرقش. الوزن دائما لتحت مختلفين عليه. موقع الوزن سنتر المنطقة، هاي هاي المنطقة سنترها مثلا هون، سنترها الوزن تحت. دائما هسه بنتج عندي هون، اذا بتلاحظ عندك هون اف واي وعندك وزن وعندك اف اكس، الحصه اللي تبعتهم اسمها اف ار، هي مركز بتمر دائما مركز الكيرف، دائما البوابه الدائريه اسمه تمر بالسنتر، دائما القوه المحصله تمر بالسنتر، هذا قاعد يعني. فهون اف هورزنتلي نفسها اف اكس، فيرتيكال بتساوي اف واي زائد وزن، ممكن تكون اف واي ناقص وزن حسب ايش؟ حسب مكان السطح، الماي فوق السائل او تحت السائل. vertical f vertical تربيع f حصله f vertical تربيع زائد f horizontal تربيع. ثيتا اللي هي اللي بتعمل الزاويه، زاويه الميلان، هاي الهوريزونتال. الفيرتيكال هاي اف ار، في عمل زاويه ميلان، الزاويه انفرس الواي على اكس. عندي اذا السائل كان في البوابه فتلاقي بضغط هيك، تمام. خلينا نحكي لك عن الاكس. اتش ايش هي؟ مسافة من سطح اسمه، هو جاما في اتش صح؟ الضغط جاما في اتش، هاي المسافة من هون لهون هي اتش. بالنسبة لهاي المسافة من هون لهون هي الاتش. دائما المسافة من سطح السائل مكان تأثير السهم، مكان تأثير السهم، تمام. يلا هون لاحظ لما يكون عندي المسار دائري المحصلة بتمر في السنتر دائما. عند السائل كده السائل فوق البوابة شو بعمل لك؟ ايش بكون اف فيرتيكال لتحت والاف هورزونتال لفوق. السائل البوابة اف فيرتيكال لفوق هورزونتال حسب اتجاه البوابة. فعندي هنا سؤال، يلا نبلش بالسؤال. السؤال بقول لك سيرفيس اي بي سيركولر ارك، بقول لك في عندي ارك وذ اريديس 2 متر، يعني هاي البوابة سنترها، لاحظ البوابة وين سنترها؟ ايوه ها ايوه هذا سنترها. بقول لك الراديوس تبعه 2 متر، يعني هاي 2 متر، هاي 2 متر، هاي 2 متر، هاي 2 متر، هاي 2 متر. ويدث 1 متر انت بيبر، يعني طولها لجوا 1 متر. ليش واحد لازم يطول طولها جوا؟ ليش؟ عشان الحجم والمساحة، تمام. ديستانس اي بي، اي بي اللي هي هاي اللي هي المسافة من سطح السائل لطرف البوابة من فوق 4 متر،
والفلويد above the water the surface AB is water، يعني السائل اللي فوق البوابة هو مي مثل الكثافي هذا. Atmospheric pressure مفتوح ملناش فيه. Find the magnitude and the line of action of hydrostatic force from surface AB. تمام، البوابة عندي AB بوابة كيرف، بدايتها هون نهايتها هون. أول خطوة شو قلت لك؟ قط عليها، بتمسك نهايتها بتمد منها خط وبدايتها بتمد منه خط، وين نقطة التقاطع؟ هون، هون السنتر. تمام، هسا بدي أوجد الاف هورزنتال والاف فيرتيكال. هسا البوابة وين الخط تبعها؟ هي فهون الاف فيرتيكال وهون الاف هورزنتال. تمام، شو القوانين بدها تكون؟ أول شيء بدي أحسب البرشر هورزنتال، البرشر ضغط، الضغط جاما في اتش، جاما 9810، والاتش دائما ايش؟ هسا قد نتج عندي هون مستطيل صح؟ قديش نص المستطيل؟ هذا اثنين صح؟ قديش نصه؟ واحد، فبحكي المسافة واحد زائد أربعة، يعني المسافة هون لهون، هاي نصها هون، تمام؟ أنا بحسب المسافة من هون لسطح السائل، كم هاي؟ أربعة زائد واحد، اللي هي تكون عندي خمسة، فبالتالي الفورس بدها تكون عندي 9810 في خمسة، لأن إيش بضربها؟ بدي أضربها بالأري، هاي أف هوريزنتال بدها تكون. يعني افقي مضروب في الاريا، الاريا كم؟ قديش هذا المستطيل ارتفاعه؟ 2. قديش عرضه لجوه؟ قال لي 1. لو ما ذكرك بالسؤال بتعتبره 1. تمام، هاي الهورزنتال فنشناه. هسه الفيرتيكال، فيرتيكال نفس الاشي، مش اف بي، الضغط الفيرتيكال هو جاما في اتش، اتش اتش المسافه لهون، مكان ما بياثر السهم، كيف السهم وين محطوط؟ المسافه اللي عنده، فكم هاي؟ 4. طيب كمل الاف فيرتيكال 9810 مضروب في 4 بعدين مضروب في الاريا، الاريا كم؟ 2 و1 لجوا، 2 في 1. طلعت انا الاف هوريزونتال والاف فيرتيكال. هسه الوزن حكينا هو جاما في فوليوم، جاما 9810 والفوليوم مساحة هذا؟ هذا ربع دائرة. شو مساحة ربع الدائرة؟ باي على 4 ار تربيع، كم الار؟ 2 متر. تمام، هاي المساحة مضروب في الارتفاع حجمه، أو مش حجمه، ارتفاعه لجوة، قاعدته لجوة، كم فايت لجوة؟ 1. هيك طلعت الوزن، طلعت الاف هورزنتال الاف فيرتيكال. شو بعمل هسه؟ بحكي بكل بساطة، بحكي عندي أنا، نمسح هاي، بحكي أنا عندي هسه هون السائل الاف فيرتيكال والوزن بنفس الاتجاه، فبالتالي الاف واي هي عبارة عن دبليو زائد فيرتيكال، والاف اكس ما عندي غير الاف هوريزونتال. تمام، الاف ار يساوي الجذر التربيعي لاف اكس تربيع زائد اف واي تربيع. تمام، شو بصير عندي؟ بدي اوجد السنترويد مثلا، بدي اطلع الواي سي بي، بدي اطلع الاكس سي بي. هون في عندي واي سي بي واكس سي بي، الواي سي بي وهي الاكس سي بي مثلا، او من هون حسب. شو بعمل هسه؟ كيف بدي اطلعها؟ الواي سي بي زي ما احنا متعلمين المسافه، قديش المسافة هون من هون لهون؟ 5. فأنا بدي أزيد مسافة صغيرة، كم المسافة الصغيرة قانونها؟ وهي أول شيء السنترويد كان 5 زائد I X X على Y bar اللي هي 5 الأريا، الأريا كم؟ 2 في 1 حكينا. تمام، الـ I X X إيش هي؟ الطول اللي أنا شايفه هون 2، بحكي عبارة عن 2 تكعيب عرضه لجوا 1 على 12. تمام، طلعت الواي سي بي. طب طلع الاكس سي بي، الاكس سي بي هون تريك، يعني تريك البوابة عندي هيك. تمام، وبدي اطلع الاكس سي بي مثلا من عند النقطة سي. شو بعمل؟ بكل بساطة بقول لك انا عندي، خلينا نرسم الرسمة بشكل اكبر. بكل بساطة بقول لك عندك كالتالي، هاي النقطة سي، باخذ انا المومنت حول اي نقطة عندي بالبوابة وأنسب إشي سي. شو بعمل؟ بأخذ بس القوة العمودية. شو القوة العمودية اللي عندي؟ عندي الوزن هون وعندي الأف فيرتيكال مثلا هون ولتكن هون، أنا هسه بطلع مسافاتهم، وعندي القوة المحصلة تبعتهم. القوة المحصلة بتكون بيناتهم أف واي. تمام، بدي أوجد مكان أف واي، فشو بحكي أنا؟ أف واي هاي المسافة بتسميها إكس سي بي، سنتر أوف بريشر على إكس، أف واي اكس سي بي. تمام، شو بدها تساوي؟ دبليو المسافه، هاي المسافه كم؟ هاي من الاستاتيك عباره عن 4 ار على 3 باي.
اليو في 4 ار على 3 باي زائد ايش الاف واي. الاف واي انا طلعتها مضروب في المسافه هاي، هاي المسافه كم؟ هاي كامل 2، كم نصها؟ 1. اف واي اف فيرتيكال، اف فيرتيكال اف فيرتيكال، هاي اف فيرتيكال، هي الاف فيرتيكال كان اف واي طلعتها هاي في اكس سي بي، هاي المسافه من هون لهون هي 1. شو بتعمل؟ طلع معك هاي معك طلعتها اللي هي دبليو زائد اف فيرتيكال دبليو، وهي الاف واي صار معك كل شيء معك، فبضل الاكس سي بي. هاي خلينا نتبع الحل اول باول. اول شيء بي هوريزونتال 3/10 في 4 زائد 1، ايش 4 زائد 1؟ سطح المي زائد نص المستطيل هذا، احنا خلص حولناه كانه مستطيل، حولناه انه مستطيل. هاي اول شيء بدك تحدد اتجاه القوة، طبعا اف هوريزونتال دائما واضحة باتجاه السطح المقعر، ما بخصوص اف فيرتيكال حسب السطح، بخصوص المساحات والحجم. كل سؤال كيرف سيرفس قطر المساحة وكانها بلين مثل الصورة المنقطة. المساحة اللي راح اضربها عشان اوجد اف هوريزونتال هي ارتفاع المستطيل، ارتفاع المستطيل اي سي، هيو اي سي اكيد هاي المساحة، هي القوة الهوريزونتال. وعرضه 1 متر داخل الورق لانه بالسؤال حكى لي 1 متر، لو ما ذكر لي بيكون 1، ممكن اذكر لك شيء ثاني. البي هوريزونتال هيو اف هوريزونتال ضربت في الاريا، بعدين الفيرتيكال 3/10 في مكان مهم اثر القوة طلعت كذا، بعدين البرشر في الاريا، الاريا كان 2 في 1، 1 اللي هي المسافة جوا، الوزن 3/10 في باي 4 ار تربيع فوليوم قلنا في 1، الاف واي حاصل جميعهم 109 محصل على الواي. شو بعمل؟ ده طلع مثلا اف ريزلتنت هيو ثيتا تان انفرس الواي على اكس طلعت معي كذا، بعدين ايش الواي سي بي؟ متعلمين احنا الواي سي بي، واي بار زائد اي اكس اكس على واي بار في ايه، طلع معي هذا الرقم. مخصوص موقع الاف فيرتيكال شو بحكي؟ بكون مومنت عند السي بيساوي صفر، بحكي اف واي، هاي الاف واي اكس سي بي انا ما بعرف قديش المسافه، بتساوي الوزن 4 ار على 3 باي، هذا حفظ من الاستاتيك او من القوانين اللي حكيناهم قبل. الاف فيرتيكال في 1، شو الواحد؟ اللي هي هاي، انا وين مأثر عندي هون؟ هذا عرض 2 نص 1 نص 1، هاي القوانين ال 4 ار على 3 باي واللي حكيت عنهم هيها. ايوه اذا كان عندي زي هيك الشكل، المسافه من اي نقطه للسنترود هي 4 ار على 3 باي. تمام، ناخذ سؤال ثاني اصعب، مش اصعب اطول شوي. along solid cylinder of a radius 0.8 متر، الراديوس لهاي الاسطوانه 0.8 is hinged at point A، في عندي هون hinged atmospheric gate as shown in the figure when the water level reach 5 متر، ارتفاع المي من سطح المي لتحت 5 متر. The gate opening by turning about the hinge at point A، يعني المي بتفلش البوابة بتفتح لما الهنج يلف. بقول لك وجد الهيدروستاتيك فورس، وجد الويت للسيلندر وزن الأسطوانة بير متر لينكث، ما لناش بالفرع الثاني، لنا بالفرع الأول. بده الهيدروستاتيك فورس يعني بده الاف ار، بده طلع اف هوريزونتال واف فيرتيكال والوزن. فشو بعمل انا؟ بطلع السطح السائل عندي، وين السطح السائل عندي؟ والله هاي نهايته وهاي بدايته، تمام تمام. فبالتالي انا الشكل الكيرف عندي هيو، هيو شكل الكيرف اللي عندي، تمام. هذا الشكل لا هو ربع دائرة ولا نصف دائرة ولا شيء، هذا شكل غريب، تمام. خليه سواء الاف فيرتيكال، هذا السائل تحت البوابة، فبالتالي الاف فيرتيكال هيك، تمام، والاف هوريزونتال باتجاه السطح هيك، تمام. هسه ايش بحكي انا؟ هاي اف فيرتيكال، هاي اف هوريزونتال، بدي اطلع هسه البي فيرتيكال، بي هوريزونتال. بي هوريزونتال احنا عارفين انه البرشر اللي هو جاما في اتش، جاما 3/10 الاتش، بتكون المسافة هسه كاملة 5 وهاي 0.8، بتلاقي أنا للنص، لأنه هو المستطيل، شو نص المستطيل؟ 0.4، فإيش بتكون مسافة؟ 4.6، تمام؟ المسافة كاملة 5 منها 0.4، الأف، الأف بتكون قيمة البرشر في الأريا، كم الأريا؟ هذا 0.8، وما جابليش سيرة عرضه لجوا فبعتبرها 1، تمام. هاي الأف هوريزونتال، بحسب الفيرتيكال، الفيرتيكال بتساوي عندي أو vertical بتساوي عندي جاما اتش، اتش كم؟ وين معرضة؟ وين السهم عندي؟ هون، هون السهم، فبالتالي باخذ مسافة 5، تمام. اف هوريزونتال بتساوي اف هوريزونتال القيمة البي فيرتيكال، فيرتيكال قصدي، تساوي بي فيرتيكال ضرب الاريا، كم الاريا؟ هذا 2 مواد نصف قطر،
ما هو ما فرقش معي، هذا وهذا نفس الشيء، 0.8 ايش؟ 1. هيك طلعت الاف فيرتيكال والاف هورزنتال. بيظل علي الوزن، الوزن الشكل انا ما بعرف وين شو قصته، يعني انا بدي احسب الاريا لهذا الشكل واضربها بالمساحه لجوا، ما هو شو الوزن؟ جاما فوليوم، تمام. اما باقي الفوليوم معي معيش الاريا، معي لجوا 1 متر، طب كم الاريا؟ بكل بساطه شو بحكي لك؟ عباره اذا بتلاحظ، لو انا حكيت لك هذا مستطيل، شيل منه ربع دائره، هذا ربع دائره، مستطيل ناقص ربع دائره، شو بحكي انا عندي؟ قديش مساحه المستطيل هذا؟ هاي ار وهاي ار، ايوه هاي ار نصف قطر، هاي نصف قطر، فبالتالي المساحه هي ار تربيع ار في ار ناقص مساحة ربع دائرة باي على 4 أر تربيع. شو بيطلع معي؟ بيطلع معي الوزن. هيك أنا طلعت الوزن مضروب هذا في 1 متر لجوا، طلعت الفوليوم، الجاما معي، الوزن لتحت، الاف فيرتيكال لفوق، بطلع محصلتهم تحت الدكتور وبخلص. خلينا نشوف بي هورزنتال 9.3 4.2 زائد 0.4 اللي هي 4.6. كيف جبت المسافة من هون لهون؟ 4.2، بس انا باخذ للنص بزيد لها 0.4، تمام. الاف ضربت في 0.8 في 1، دائما انا باخذ مساحه كانها مستطيله. البي فيرتيكال 3.10 في 5، لاحظ في 5، والمساحه 0.8 في 1. بخصوص الشكل هذا مش ربع دائره، شوف كيف الشكل عندك. شو بعمل انا؟ بحكي مساحه مستطيل ناقص مساحه ربع دائره، هي طلعت معي الاريا. والاف واي اف فيرتيكال ناقص دبليو، فانا باخذ الاكبر ناقص الاصغر، طلعت هيك. هسه باخذ مجموع المومنت عند الـ A، مجموع المومنت عند الـ A، هيو شو بعمل؟ FR ساين ثيتا، فبتطلع معي هاي FR، هاي FY المحصلة، هي F vertical ناقص W، وهي F horizontal، F horizontal ماليش فيه، مش F horizontal، FX، فبتطلع شو عندي؟ FY ساين ثيتا، هاي FR، هاي كوساين بتاخذ الـ X والـ Y ساين، FY ساين ثيتا في 0.8 بيعطيني يساوي ام في جي، وزن السلندر في 0.8 بيعطيني وزن السلندر، هيو اف ار 0.8 يساوي وزن السلندر. الموضوع السؤال الاخير 4 متر لونج كيرف، لما قال لك 4 متر لونج كيرف يعني لجوا طولها 4 متر، تمام. البلوكيتد ريزرفار بده قيمه الهورزنتال والفيرتيكال كومبوننت للفورس، بعمل انا بدايه الكيرف متخط ونهاية الكيرف بمد خط، فبالتالي عندي هاي أنا F vertical وعندي هاي off horizontal، والوزن جاي وزن ربع دائرة ما ليش فيها الوزن، هو بده vertical والhorizontal، هاي F vertical وهاي F horizontal، شو horizontal هذا كامل 6 وهاي 2 متر، بالتالي ارتفاع كم عندي؟ 5. B horizontal بتساوي 9810 5، إيش 5؟ ارتفاع من هون لهون 4 زيد 1 عليه. الاف هورزنتال بتساوي البي هورزنتال ضرب الاريا، كم الاريا؟ هذا قديش ارتفاعه؟ 2، قديش عرضه لجوا؟ 4 متر، تمام. بدي احسب للفيرتيكال، اف فيرتيكال وين السائل؟ هون بعرض، فبالتالي بي فيرتيكال بتساوي 9810، طولها المسافة من وين مأثر السهم هون؟ فهي المسافة كم؟ 4، والاف فيرتيكال ضرب 2 في 4 لجوا. الوزن، وزن ربع دائرة معروف، حكي حلينا السؤال السابق، الوزن 310 في الاريا 4 مش في 1، ليش؟ انه هو حكى لي انها لجوا 4 متر. طلعت اف واي، طلعت اف اكس، طلعت المحطة اللي ثبتنا، خلصنا. هذا الفيديو الجاي راح يكون عن موضوع البونسي، يكون يعني شبه انتهى، ويعطيكم الف عافية.